علمت شوف تي في من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية قد تخرج اليوم السبت بقرار خاص بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا نظرا للارتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس القاتل وعدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات التي تم إصدارها سابقا ومن بينها وضع الكمامة وتجنب التجمعات. وأوضح نفس المصدر أن الخطوة المنتظر اتخاذها اليوم ستضم تشديد الإجراءات الاحترازية والحد من التنقل العشوائي للمغاربة، مبرزا في نفس الوقت أن الهدف من هذا القرار هو تجنب انهيار النظام الصحي بالمغرب بسبب تفاقم وتفشي الوباء وارتفاع عدد الحالات التي وصلت لأرقام قياسية في الأسابيع الأخيرة خاصة بمدينة الدار البيضاء. تجد الإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس الجمعة في آخر حصيلة عن تسجيل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 3120 حالة شفاء و 61 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 282,336 حالة منذ الإعلان عن أول حالة بجوج مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 223,160 حالة بنسبة تعافي ب 81.2%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4,631 حالة لتستقر نسبة الفتك عند 1.6%.